حاسب تعال 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 كده حاسب الزير تعال كده. يا مرحب يا مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا شيخ. دعمك الشيخ. ايه وانا بقعد اهو اقعد. على مهل. اقعد على مهل. ايوه بس. ازيك يا شيخ جدال. الله يسلمك. مالك يا شيخ؟ أنا جاي أبلغ عن جريمة سرقة حصلت. يا ريت عمدة تبلغ المركز يجوا ويقبضوا على السارق. سرقة مين؟ السرقة اللي حصلت في بيت الحج غريب؟ الحج غريب. أيوه سمعت عنها. هو مين اللي سرق؟ ابني. إيه؟ ابني عوان. لا 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 لا. أنا مش مصدق الكلام ده. لا صدق يا عمدة صدق. ابني اللي سرق. وأنا اللي جاي أبلغ بنفسي عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنت اللي جاي تبلغ عن ابنك يا شيخ جد الله؟ أنا يا عمدة. أنا عشان أنا اللي بحفظ العيال القرآن في الكتاب. وأنا اللي بكلمهم عن الحلال والحرام. حق والباطل. وأنا اللي قلت لهم كلام نبينا. على الصلاة والسلام. علي أفضل الصلاة والسلام. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها. وأنا اللي بقول للناس أنكم لازم تقولوا الحق حتى لو على رقابيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى ابن الشيخ جد الله يسرق. إيه دي؟ دي فضيحة يا خالق. هم كده الصالحين دايما في ابتلاءات. بس الواد ده لازم يتربى. خمر ايه تروح مع عمك الشيخ وتاخد غفر معاك وتجيب لي الواد اللي بترباش اللي اسمه عواد ده اله ربيه من عناية الاتنين يا عمده. روح معاه على مهلك يا شيخ. ايوه تعال هات يد تعال كده تعال حسب النخل تعال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي الدنيا جرى فيها إيه؟